يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أكرم الأكرمين يا الله يا أجود الأجودين يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء النساء في كل مكان، اللهم احقن دماء شبابنا وأطفالنا ونسائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كف تجاهل واسكت، نساء بلادي يا عم بتموت. احنا هون واحنا هون، وينك وينك يا بوليس؟ نحن الآن نتواجد في مقتل ثلاث حائلات. أولا خضرة أبو غريبة، طبعا ياسر المربوع، ونادر أبو غريبة الفاتح لأرواحهم. الله يرحمه الجميع. تخرب الليت اللي بصير. بعدين تنساش انه بالليل ما فيش بس قتل، وفي كمان لها ايجابيات. اللي صار في قتل بعد الحفلات، صار في طعن، صار حسيت بجعيم انا. لسه الحفلات مستمرة؟ بتقدر تشوف ما في شيء صار، في شيء جد. دائما بشكل عام الشر، الشر هو البوليت دائما. ايوه هذا الشيء اللي بيصير، مش بس في الليل، في كل المناطق العالم الشر هو البوليت دائما. لما تسوي شيء خير، لما مثلا تروح تسوي تبرعات او تروح تنظف مقابر او تسوي حفله، مش راح تنتشر زي ما بينتشر الشر او بينتشر سمعه الشر. تلاقي سبحان الله في هنا صار طخ ضرب بيلات، بعرف انه في طخ. روح اسال حدا. احنا السنه اللي فاتت سوينا تنظيفات مقابر ورحنا سوينا تبرعات، لسه الحل اليوم ذاكر ما ظنيتش. يوسف اقول لك شيء، اللي قتل خالي كان سكران، ثاني يوم شافوه البوليس على نفس المحل اللي قتل فيه خالي، مش عارف كيف شو اسمه، كيف قتل خالي، مش عارف يعمل العمل لنفسه. ليش؟ كان بوعيه السامع. استنى شوي، اذا كل اللي قتلوا كانوا سكرانين معناها السبب القتل اللي في الليل السكر، هذا خمره والسكر. لا وبقول الله ربنا ما اعطناش الحق نقدر اي انسان. حسب رايكم كيف نقدر نوصل لحل انه نقطع نجيم القتل من الليل؟ هذا الاشي لا انت ولا انا بنقدر نغيره. اذا الحكومه ذات نفسها مش عارفه تعمل اشي، مش عارفه. لا 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 الحكومه لا الحكومه مأيدة اللي بيصير. اذا التغيير في الليل، إذا العرب ذات نفسهم مش عارفين يغيروا الإشي، كيف أنا وأنت وهو بدنا نغير؟ إذا العرب ذات نفسها مش راضية تفهم الإشي، كيف إحنا بدنا نغير؟ لا أنت ولا أنت بنقدر نغير.
اسمي كامل حسام الجمل من مدينة اللد المحتلة. سأدر يوم تبعي بصحى الصبح بطلع الشغل من 8 للـ 6، بروح بتحمم باكل بطلع مع الشباب بنلعب شدة من أرجل. بس يعني إيش نسوي؟ كنا في الدار بيجي صاحب عمي بيحكي لأبوي صارت مشكلة مع أخوك. طيب أبوي حكى بيحكي لي روح نادي عمامك ويلا. رحت ناديت عمامي ورحنا الزلام بدهم مش يفتحوا الدار، يعني كانوا ضربين عمي ومطلعينه من داره. فتحنا الدار فتنا بدوا ضرب ببعض، فاهم كيف؟ ورجعنا قاعد في الدار أنا قبر أبوي وعمامي عن طلعين. أنا قاعد في الدار على الساعة 11 بحكي لأمي بدي أطلع من الدار. أمي بتحكي لي لا خليك. بحكي لها زيت خلص بطلع. أدخلتي بتحكي لي يا كامل خليك رد عمك. قلت لها لا حلو عني بدي أطلع. طيب طلعت سكرت محل عمي الدكان وأنا راجع بالخنايا أجت سيارة ابن خالي بيحكي لي مين هدول. قلت له فلان فلان. حكى لي دير بالك يمكن جايين يطخوا. طيب راحوا نزل نزل اول واحد طخ على الدار والثاني نزل طخ علي. حكوا في صلحه. الصلحه كانت بنعقد يوم الاثنين، كانت لليوم اتذكر اليوم هذا يوم الاثنين على الساعه 6:30 كانت في صلحه. قرايبي واقفين برا بيستنوا السيارات يجوا ياخذوهم عشان يروحوا على الصلحه. قبل في 10 دقائق هم قبل ما يروحوا على الصلحه اجت السياره هذيك وبلشت طخ عليهم. بلشت طخ عليهم وبن خالتي اكل الرصاصه يعني في قلبه. على المحل ودع. قد ما تحكي وقد ما تعمل باللد مش راح تتغير. رصاصة واحدة أنهت حياتها القصيرة تاركة خلفها 4 أيتام صغار لم تسعد في تربيتهم ولم تعش معهم أمتها الطبيعية مثل أي امرأة وأم وزوجة بأي ذنب قتلت. اليوم نقف إجلالا ليس فقط من أجل أبي أو دعاء، اليوم نقف إجلالا واحتجاجا هنا باسم جميع الضحايا الذين قتلوا بدماء باردة والقاتل حر طليق. ونحن نقف مكتوفي الأيدي. فيش حل ولا حد بيقدر يحط حل. باللت خصمص أنا شفت فاعت مظاهرة الدنيا كلها فيها بنفس اليوم بالليل عيلتين خشوا ببعض. ايش تتوقع يعني؟ المظاهرة ده تفيد اشي ولا بتفيد اشي؟ ولا بتفيد اشي. محامي عبد الكريم زباركا، أنا عضو في بلدية الليد منذ الانتخابات الأخيرة 21/10/2013. يعني أنا أحد الضحايا العنف، وطبعاً بسبب معجزة معينة يعني ربنا سبحانه وتعالى إنه يعني كرر وكان يعني كتب إني أنا أعيش. أنا كنت في إعداد المفقودين. أنا أجيت من المقر برخوف هيرتسوغ، عملت اللفة ودخلت لهون وجيت صفيت سيارتي هون موجهة لغات. هون السيارة موجهة لغات، لكانت آخر موقع يعني إلي عشان بدي أروح بدنا ننام عشان ثاني يوم في كان انتخابات. انزلت قعدت على كرسي صغير بالضبط في الباب في الكد اتجاه هنا، وكنت شايف يعني آخر السيارة هون. فيش 4-5 دقائق يعني إشي يعني ما بعرفش يعني سريع يعني. شفت الواحد دخل وطخ علي على طول حوالي 6 عيارات نارية وهرب. أنا كنت كان هو على إفنوع وأنا بعدها بسرعة يعني
في كان شاب حملني ساعدني ودخلت على السياره كنت لسه بوعي، اعطيته الكود تاع السياره واعطيته رقم التلفون لبعض الاشخاص القريبين عندي وكملنا على صرفان على المستشفى. مشوار طويل، مشوار عذاب مش قليل يعني. انا بفكر انه ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطاني جزء مش بسيط من عذاب الاخره بالدنيا يعني. انا عن جد يعني مشوار عذاب مش بسيط، هذا اللي انه يكسوا ايديك وكسوا كفه اجرك ومشاكل في اللي في اللي في اللي بسموه بالعبر التفخيم اللي هو يعني الحركات المفاصل، شغله مش بسيطه يعني. البطن عمليات يعني، انا خضعت لعمليات كثيره يعني، والحمد لله يعني انه في الاخر يعني احنا عايشين نتنفس. أنا شاب العربي، نقول هلا في مركز محتوي لجيل 17-18، بعدين بده يلاقي يعني إذا بيروح مجال التعليم، وهذا نسبة قليلة من الأولاد والشباب بيروحوا عندنا على مجال التعليم، بالعكس البنات بيروحوا بتعلموا أكثر من الأولاد. بيجي جيل 18 لا هو رايح يتعلم وبده يجيب مصاري قوام وبيروح للطريق الأسهل، وفيش عندنا هذا اللي ياخذ الشاب بهذه المرحلة ويقول له وين لوين رايح، فيش عندنا هذا، فيش عندنا هذا التوجيه. واغلب الشباب انا برايي بيضيعوا بهذا التفر يعني 17-18 ما كانش هذا اللي يمسكه الشاب هذا بيضيع. هذه هي الحلقه الواصله، الحلقه الفارغه حسب رايي، هذه بالضبط بين انك انت شبيبه لبين انت شاب، اللي بتعلق انه يوم انت صحيت فيها. في مرات بتصحى الوضع بيبقى حلو كثير وبجنن، وفي مرات بتصحى بتسمع خبر انه حدا بتعرفه انقتل او واحدة كانت صاحبتك بتعرفيها وبتعرفي اولادها انقتلت، ومع ذلك احنا بنقرر انه نطلع على الاشي الحلو بالليل. أنا انولدت لعائلة كبيرة، أنا عندي 9 إخوة أبو وأم، أنا آخر واحد من إخوتي. من اللد كانت من أصعب بلاد في إسرائيل كلها، من ناحية بيشع، من ناحية سم، من ناحية عبريانوت، والحارة اللي كنا فيها كانت حارة اللي حارة صعبة، صعب تكبر أولادك، صعب تربي أولادك، صعب تعلم أولادك فيها. فأهلي أخذوا قرار إنهم ينقلون على مدارس داخلية برية اللد نتعلم. في جيل 12 سنة توفى أخوي، هذا أخوه اللي كان أخي مش معطيه في الدار بالنسبة إلي وبالنسبة لكل الدار يعني، بعد غيابه حسين في هذا الإشي. فلما أنت بتفقد بني آدم في الدنيا تزعل، عمين تزعل، مين أخذه؟ ليش بتأخذه؟ ناس تفقد الإبن بمرة. ليش بتأخذه؟ أنت اللي قررت إنه البني آدم هذا يروح من الدنيا، فأنت هان بتصيبك حالة زعل على ربنا. فقلة الإيمان اللي حكت عليها، لو أنت بني آدم مآمن وفي حواليك عالم مآمنة اللي تيجي تقعد معاك وتفهمك انه هذا قضاء وقدر وهذا اللي ربنا بده اياه، وقول لا حول ولا قوه الا بالله، وقول لا اله الا الله، وسبح واحمد ربنا، وروح صلي، وروح افهم، واقرا قران، وسوي واعمل، الاشي بصير خفيف. اما لما انت عايش بمجتمع اللي ممنوع تبكي على اخوك عشان انه مات، ليش؟ لانه بتصير زي البنت عايش بالحين، فزعلك بينك وبين ربك.
انا زعلان على ربنا، بديش اؤمن فيه، بديش اروح له لا على مسجد ولا بدي اصلي له ولا بدي اسوي له، كل شيء هو حكاه انا بدي اسوي العكس. وبعد كبر خلص انا زي حسيت انه فيش عندي لا ولي امر ولا حد يحكمني ولا حد بيقدر علي. اللي بخش السجن زلمه كانوا يقول السجن لزلام، بدي اخش السجن وسويت كل شيء عشان اخش السجن. خشيت ما حسيتش شيء، كنت مكيف. تاني حبسه برضه نفس الشيء، تالت حبسه صار الواحد كبر، صار عمره 26، فبرضه ما حسيت شيء. بمهلاخ الحبسه الاخرانيه قبلها تعرفت على بنت، قررنا نتجوز، جوزنا، جبت ولد. فلما اجى الولد سميته على اسم اخوي اللي توفى، موسى. فالولد هذا صحاني للدنيا، وقررت اني اغير مسار حياتي، والحمد لله مش متاسف على اشي. ايام بجيل 18-19 كنت امرق، لما نمرق راجعين من سهرة احنا الساعة 5 الساعة 6 الصبح، راجعين من سهرة انا واصحابي بنطلع في عالم طالع على الشغل، اللي ماسك زوادة، اللي ماسك شنطة، من اولاد الحارة، من اولاد اللد، كنا نضحك عليهم. ايه هذا طالع يشتغل عشان 5000 شيكل؟ طب انا 5000 شيكل بسويهم في ساعة ولا في ليلة. واليوم مع كل الاحترام للناس هذول صار عندهم دور، بيشتغلوا مظبطين حالهم، مظبطين حالتهم، دايرين بالهم على حالتهم. بحكيك بعد 12-13 سنة العالم اللي كنت أضحك عليهم اليوم هم متقدمين في الحياة، وأنا قاعد بمشي في الطريق اللي العالم هذه اللي كنت أضحك عليها. فيش صاحب بدفع عنك ثمن، فيش أخو بدفع عنك ثمن، انت بتدفع ثمن كل اشي بتسويه، كل اشي برجع لحاله.